Signor Corte, وعقيدة هناك إلى 160 غير هذا الشيء، لباقة السيد الدكتور، لباقة الأخرى، التي تنجم لباقة الأخرى، يعني يجب المشكل الكبير أن باش كيبان واحد المخزون كيجي تقريبا من المغرب كامل، كيتكبوا على هذا المخزون، وهو إشكال كبير أن حتى المخزونات هذو باش كيبانوا، كيبان حتى كيكون لك الصغار، أنا رجل في المونتاج، أنتم غيكونوا عارفين، تكلمنا عليهم صراحة. 12 ديال العميدات 12 اكتوبر يعني كتكون هذا الضغط هذا باش كيجيو بواخر تحت من بواخر لي فيزيتور اللي كيجيو من مراسم في المدن الاخرى كي يعني كيأثروا كيمكن واحد الضغط واحد المجهود ديال الصيد كبير على نطاق محلي من طبيعة هذاك المجهود ديال المحلي راه بيتزاد على النطاق العام بيتزاد على الطبيعة يعني هذا البواخر كتعطي واحد الكلمه كبيره بطبيعة الحال شي تأثر على المخزونات هذه المخزونات سواء المستهدفة ولا حتى المخزونات ديال الصيد العربي اللي كيسميو الصيد العربي يعني بطبيعة الحال مجهود الصيد كيكون خطير جدا على سواء بعض المرات على حسب الأنواع المستهدفة يقدر يكون عند الأجر القريب ولا المتوسط ولا البائع الأجر القريب دار كما كاين مخصوص يدير مثلا أنواع اللي عندها واحد اللي ما كتعيش بزاف بحال الإربيان بحال البولبو بطبيعة الحال قد تكون على المتوسط البعيد على الاسكاليه ولا الامور الاخرى كتعيش بزاف حتى حتى البوراسي لو خص مريم مزيان تكون عليه من بعد يعني هذا الضغط تيكون تيشوف واحد الخطا ولا تكون عنده واحد الوفره زي واحد الوفره كتبقى زايده باش كيدير واحد الضغط كبير واحد الضغط كبير ديال المواقع كيستغلوه يعني كاين له واحد الضغط مجهود ديال الصيد كبير ما كيتحملوش ذاك المخزون بطبيعة الحال كيبان بعض المرات بحال هذا كيبان العامل الاخرى كيبان واحد العامل هو سميتو باقي المخزون مزيان ولكن ما عرفتش شنو يوقع المخزون مزيان حيت العوامل المناخيه مزيانه المره كنعرفوا بزاف ديال الانواع كتقطع العوامل المناخيه لا كتعاود المناخيه مزيانه واحد العام كيسرى ما عرفتش شنو غيوقع انتم كتعرفوا راه غادي الحراره ديال البحر كطلع بزاف ديال الانواع كيمشيو للبيصرى يعني خصنا نوصل الوقت باش نحددوا هاد المرض ديال الصيد ونبقاوش عشوائيا البواخر فيما بغات تجي تصيد فيما بغات تمشي يعني خصنا واحد التحديد ديال واحد المنطقه الصيد ديالها يعني خصنا واحد التدبير عقلاني ديال هاد المناطق يعني وصل الوقت باش نخدم على التنطيق بطبيعه كيبقى دابا هذه حنا بطبيعه هذا التوريق التشوري كاينين واحد باش ما نقولوش قرارات ولكن واحد ديزافير اللي تخدم بعد شي بعد شي مطلوب مني باش بطبيعه يعني هنا وصل واحد كيما قلت خصنا كاين واحد البواقع خصها تثبت واحد المنطقه انا ما عندناش السي قايل لها الثاني ديال الغرفه تقريبا على من السعيد ديال المحمدية نرجع مع الناس ديال الوزارة كاين ممكن مقترحات من الوزارة وشي مقترحات أخرى ولكن نقدروا ماشي نطلبوا من يعني إذا تبعنا هذا المنطق غيكون غيسمح لنا باش نقولوا واحد الاستراتيجية لحد من واحد مجهول الصيد على واحد المنطقة معينة لا حاليا وعطيتكم مثال لمنطقة العريش اللي باش كتبان بحال دابا القمرون الكامبا كلشي كينزل عليها طنجة بحال دابا باش كتبان الشمس راه كلشي كينزل عليه حنا كنعرفو كاين الشمس كلشي كينزل عليه كيجي بوا واخد مجميع المناطق تقريبا من المغرب كيبدا ينزل هذا المخزون يعني هادشي باش ماشي معقول لا بدا كانوا المخزون كيتحمروا حقيقة ما بقاش يتحملوا هاد الضغط ديال السلع على النطاق المحلي كاين بالنسبة كاين بزاف بلا ما تكلم على التنطيق كاين بزاف الاشكاليات حنا كنعرفو بلا بوا واخد سي سايس تعرف بزاف ديال الاشكاليات الإشكالية الأولى كما قلنا هي ما كايناش مناطق محددة للصيد. الإشكالية الثانية كانت الحركية الكبيرة ديال البواخر. كما قلنا عاد انتشار سميتو ديال المجهود ديال الصيد المحلي كل مرة كيمشي للمنطقة. كاين الإشكالية الأخرى الرابعة هو الصيد المفرط. حنا كنعرفوا أن أكثر ديال المخزونات راه وصلت واحد الدرجة ديال الصيد المفرط على حساب ذاك التقييم ديال المخزونات اللي كان كاين عند المحل. تقريبا طيب حنا غنشوفو من بعد نشوفو الاكثريه ديال المخزون راه عندها واحد الدرجه ديال السيد بلاجيك مغرب يعني هادشي عنده تاثير سلبي على هذا المجهود ديال السيد هذا من الشكل عنده تاثير سلبي هنا الاشكاليه الاخرى هي كثره انواع المستهدف هذا ما نطولوش فيه ماشي الموضوع ديال هذا اليوم التواصل ديال النهار يعني غير كتشوفو كاين بزاف انواع المستهدف كل مره صار شي كيتغير من كتبقى واحد انواع المستهدف ديما وطبيعي الحال العام كيتغير الاشكال الثاني هذا الشيء انتم كتعرفوه لا كان انا غير مثال تقريبا العميدات انتم كتعرفوا ماشي العميدات بعد ما قبل لا خدينا بحال دابا الكامبا تقريبا
بعدا معاكم على الاخوان خرجنا معاكم في شهر 12 عطاتوا هاد العميلات كتلقى بزاف تلقى واحد 90% تقريبا ديال الاحجام والسدف راه ديال صغر اسماك كيسمى ديال جيميني يعني هذا كيشكل خطر ما كنخليوش واحد كاين شي انواع على الاربيه ولا ما بينكم هنا ندوز عليهم بزاف ما كنخليو كنستهدفوهم كنصيدو ما كنخليوش حتى يولدوا واحد ولا غير واحد مره واحده ديك دوره الحياه ديالهم يعني هذا كيشكل خطر على الانواع يعني هاد الصحيفه باش ما كتخليش واحد النهار يموتوا ولا غير مره واحده وكنصيدوه يعني هادشي كيشكل خطر على كنشوف الاشكاليه اللي كاينين في الصيد الساحلي الاشكاليه هذه معروفه انتم كاين انواع شي انواع ما كاينش احترام ديال هادشي كنعطيو حنا كنهضروا دابا كعائله وحده خصنا نحافظوا على المخزونات يعني ما كاينش واحد الاحترام ديال المايوز هادشي اللي معروف الشباك كاين استعمال ديال واحد الشباك ما عندها تاثير كبير على المخزونات كاين التاثير ديال العوامل المناخيه شي كنا هضرنا عليها 12 اكتوبر ديال 2022 كتعرفوا بان تقريبا حنا عامل عام درجه الحراره ديال الفرقه طلع الملح كتغير كتغير من عام لعام الحراره كتغير التيار انتم لاحظتوها في 2022 كاين واحد كان واحد اليوم بدا كيبان هنا في المنطقه بعدا بين عراش وطنجه واحد التيارات قطاعيه كبيره بزاف كانت واحد يعني واحد فرصه عندها كبيره بزاف قدرات حتى على الناس اللي يخدموا حتى على الهواء في الجر ولاحظ حتى واحد التغيير ديال الجهه ديال كلشي تيارات تغيروا في ثلاثه ديال الشتاء كان تيكون غالبا بواحد 200 صفر يعني وعاد نزيدوا الاشكاليه ديال الصيد ديال الضغط ديال الجهد ديال الصيد كما كنشوفوا هنا انا عطينا شكل غير ديال الايربيان غنعطيكم بعد المرات باش تبقى على بال الايربيان تلقاو تقريبا كنشوفوا هنا الاحجام المصدر تقريبا 23 23 كلهم هذوك الصغار الاسماك يعني راه ما كيموتوش كنشوفوا كتشوف الضغط ديال الصيد كنشوف هنا تقريبا راه باش تمشي للطابع اللي تحت تقريبا راه غادي بجوج ضعف كيف المجهود اللي خصو يكون على هذا النوع يعني هذه تزيد الاشكاليه نفس الشيء بالنسبه لك كل الانواع نقول الانواع ديال السيبالوفو ديال الاسوكا ديال البسكا ديال كتشوفوها تقريبا كتبقى المخزون ديجا الوفرة ديالو داك المخزون قليل بزاف يلا كاين تقريبا ما كيكونش الاكثر اللي كانوا معاك 50% ديال الوفرة اللي كتكون عندنا والمجهود ديال الصيد زايد واش كيعمل المخزون زايد والمجهود طالع بزاف يعني راه حنا نتفرجوا من القدام ما عرفناش شنو يوقع الحمد لله ان العوامل المناخيه واحد على هذه مزيانه ولكن من القدام خصنا نحترم ما كنشوفوا الاكثر الانواع ديال الاسماك اللي كنقوموا بالتقييم ديالها كلها تقريبا كلها بواحد السيمان جد مقرب دونك من هنا انطلاقا من هذه الاشكاليات من عاد قال دراسه ديال التنقلات ديال بطبيعه الحال عندنا ريكارد ديال بي ام اس وعندنا ريكارد حتى ديال الرحلات الاستكشافيه ديال البواخر بحث علمي كنشوفوا تقريبا كنشوفوا يمكن كاين الوفرة ديال جميع الانواع اغلب الانواع ديال الانواع المستهدفه وكنشوفوا الضغط ديال الصيف اللي كاين هنا تقريبا كما كنشوفوا على مرصاد هي تقريبا على الساحل المغربي كنشوفوا تقريبا كاين واحد حركه كبيره كاين حركه كبيره في الصيد الساحلي ماشي غير في المنطقه ديالنا ولكن على طول الساحل ديال المغرب كاين واحد الحركه كبيره عندنا انتم كتعرفوا بعض المرات كتلقاو هنا في العيش بوكر جايه من سقراشي جايه من ناظور من السعوديه وكتلقى بعض المرات الميناء كيخوى كاريمون كيباش فيه كيمشي واحد الميناء اخر يعني انطلاقا من هاد المعطيات خدينا تقريبا واحد 13 عام من 2009 حتى 2021 وقمنا بدراسه التنقلات ديال البواخر كنشوفوا تبعنا باخره ماشي يعني بواحده وبعده كنشوفوا الباخره فين كيتنقلوا يعني فين كيتنقلوا هاد الطابلو كيبين لنا يعني مش شي علمي كبير ولكن كنشوفوا بلا واحد كاين واحد التنقلات كبيره على طول الساحل المغربي بالنسبه له سواء المحتطاسي ولا المتوسط يعني كاين واحد التنقلات كبيره بالنسبه لمركز السيد الساحلي يعني هاد التنقلات كيما قلت كتشكل خطر على جميع المخزونات ووصل الوقت ديال باش نحدو منها كما كنشوفوا هنا خدينا واحد 12 سنه وباش تجربوا التنقلات تمكنا باش نحدو تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال المناطق اللي فيها هذوك التنقلات كانوا نقولوا متجانسه يعني واحد تجانس التنقلات واحد تجانس تحديد عندك الوحدات على حساب الاحجام ديالها ولا انواع المستهدفه كاين واحد التجانس بينها هادشي اللي حددنا من بعد قسمنا ديك المجموعات بدينا واحد المجموعات فرعيه باش
شي بطبيعه الحال على حسب ديك السياره ديال المغرب، السياره ديال المناطق من غير المناطق ديال المناطق اللي كيسيروا فيها اللي فيها المناطق الموليه ديالها والمناطق اللي كيمشيو لها اللي كيتكلوا لها. يعني هذا خاطر باش كتشوفوا هنا واحد الوحدات اللي استثنا، يعني واحد الوحدات اللي كنا اللي استثنا اللي لقينا واحد الواحد اللي تقريبا متجانسه بطبيعه الحال هادشي يعني جبدوا في النقاش. كاين واحد الوحده سته كنخدم شي بالدلائل تكلموا عليها الناس ديال الوزاره على حسب، يعني باش لا طبقنا هذا المنتج على حسب هذه الوحدات ماشي كيما كنقول كنعاود نقول هادشي بالضبط هادشي كنقول هذا يوم تشاوري نعرفوا فيه هاد المسائل ما طبقنا هذا ونوصل واحد الاهداف اهداف مسطره. الاهداف المسطره هي بطبيعه الحال ما نبقاش التحولات الموسميه ديال جوج الصيف للطاقه الاخرى نحدو منها، ما نبقاش كل مره كنقول كيما بغا يمشي نحدو واحد المناطق اللي كاين لك فين تقدر سميتو تكون واحد اللي ما كاين فيها ما تكونش كل مره نحدو تقريبا مره مير واحد ست مناطق ولا ثلاثة ولا أربعة خمسة مناطق في الناس ديال الوزارة كيما على شي من بعد عندهم وقايات كيسموا هذا الشيء غيكون بطبيعة الحال من الأهداف غيكون التثبيت ديال واحد الصيف مناطق الصيف. والمشكل الحاجة اللي الحاجة اللي جينا عندنا واحد اللي درناها بزاف الإشكاليات اللي كنقصوا منها من غير الزوج ديال الصيف حتى ذاك الزوج على ذاك الصيغه الاسلاك حيت كان عنده واحد المنطقه الناس ديال واحد المنطقه لكن كيسيدوا في ديك المنطقه ديالهم هما كيحافظوا. حنا كنلاحظوا بحال الناس ديال العرايش جلسنا مع العام ديال تقريبا كنبدا كندرسوا معاكم هنا بس غنقولوا واحد 23 هنا الناس تقريبا كنا قالت ما نوصل حتى نوصلوا واحد الدرجه ديال الوعي يعني هما الاخوان بحركه بغا يحافظوا على المخزون ديالهم ماشي بحال كيجي لك واحد المنطقه اخرى باش هو خصو غير يصيد ما كيشوف هو ذاك المدى البعيد. يمكن الناس اللي في المنطقه كيشوفوا على المدى البعيد خصهم يحافظوا على الثروه السمكيه والمخزونات ديالها، ولكن واحد كيجي من منطقه اخرى خصو هو اللي يستنزف يسيب داك الشيء وبعد يمشي يبقى من المنطقه اخرى. هذا هو الدور ديال هذا المنطق. والمهم في الشيء كامل هو حنا بغينا نجيب واحد المدى البعيد وندوزو من ديك من ان انتم كتعرفوا كاين الدول اللي وصلوا لواحد المرحله ان البحر هما اللي كيدبروا